السلام عليكم. شاهد لحظة مقتل الإعلامية السورية صفاء أحمد وآخر ما قالته قبل مقتلها بدقائق. أعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري فجر يوم الثلاثاء مقتل المذيعة صفاء أحمد إثر العدوان الإسرائيلي الذي تعرضت له العاصمة دمشق، وتداول نشطاء ومدونون في سوريا آخر ما نشرته المذيعة الراحلة، إذ قالت في آخر تدوينة قبل حوالي 30 دقيقة من مصرعها: أصوات قوية تسمع في سماء دمشق وقبل ساعات من الغارة الإسرائيلية. كتبت منشورا نصه: نترقب الساعات الماضية ونحن نرفع أيدينا إلى رب السماوات متضرعين له أن يجملها بالستر. حماك الله يا لبنان، حماك الله يا سوريا. وقبل يومين من الغارة الإسرائيلية كتبت صفاء أحمد منشورا على موقع فيسبوك: تنبهوا أيها السوريون، فالخطر قادم والحذر واجب، والأيام القادمة ستكون امتحان عظيم للجميع. أتمنى أن تكون دروس الماضي ما زالت قادرة على تجنيبنا الويلات. وأفادت وسائل إعلام سورية فجر اليوم بسقوط قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منطقة الفيلات بدمشق، وأشارت المصادر إلى اندلاع حريق في محيط منطقة المزة بالعاصمة السورية إثر غارة إسرائيلية. وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق. وقد فارقت المذيعة السورية المعروفة صفاء أحمد الحياة إثر غارة نفذتها مقاتلات إسرائيلية على منطقة المزة، ونعت وسائل إعلام سورية رسمية المذيعة الراحلة. وقال التلفزيون السوري في بيان رسمي: الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تزف المذيعة القديرة صفاء أحمد شهيدة إثر العدوان الإسرائيلي الغادر الذي تعرضت له العاصمة دمشق. صفاء أحمد هي إعلامية سورية معروفة تخرجت من كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة البعث في محافظة حمص عام 2000، وهي مقدمة برامج حوارية ومدربة لفن التقديم التلفزيوني، وتعمل في القناة الرسمية للبلاد وفي المرحلة الثانية من دراستها لتخصص الأدب الإنجليزي. تم اختيارها ضمن مسابقة لانتقاء مذيعات في تخصصات مختلفة نظمتها وزارة الإعلام السورية. ومن أبرز البرامج التي قدمتها الراحلة رسالة حمص ورسالة حماه وفي أروقة المحاكم وصباح سوري، بالإضافة إلى برامج أخرى تناولت مواضيع اجتماعية وثقافية متنوعة. واشتهرت صفاء بحسب مختصين بأسلوبها المتميز في تقديم البرامج والحوار، مع تركيزها على إبراز قوة الإعلام في توجيه الرأي العام. وبرزت صفاء أحمد تناقضة للوضع الإعلامي في سوريا والعالم العربي، حيث أكدت في أكثر من مقابلة ومقال أنها ترى أن الإعلام مسير إلى حد كبير ويتبع أجندات معينة، وهو ما يجعل من الصعب تحقيق إعلام حر ومستقل. وانتقدت الراحلة بشدة الأوضاع الإعلامية الحالية، مثل تهميش دور المذيعات وإلقاء اللوم عليهن في بعض القضايا الإعلامية، مما يعكس تحديات المهنة في الظروف الحالية. وأكدت وسائل إعلام حكومية سورية جرح 9 آخرين في الغارة الإسرائيلية ومقتل 3 مدنيين بينهم مذيعة. ومن جانبه أعلن التلفزيون السوري الرسمي أن إحدى مذيعاته قتلت في سلسلة غارات جوية استهدفت دمشق ومحيطها. وقالت وكالة سانا السورية إن وسائل دفاعنا الجوي تصدت لأهداف معادية في محيط دمشق، مستخدمة في ذلك نفس الصيغة
التي تستخدمها عادة للحديث عن تعرض مناطق سورية لغارات إسرائيلية. ووسط الغارات رجح المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن للعربية والحدث بأن الغارة على دمشق هي عملية اغتيال. وأوضح المرصد أن الغارة استهدفت عمارة سكنية في حي المزة بدمشق. وقال المرصد السوري إن دمشق تعرضت لجولتين من الغارات، مشيرا إلى سماع دوي انفجارات في جنوب غربي العاصمة السورية. ومساء الأحد استهدفت مسيرة إسرائيلية بصواريخ شديدة الانفجار فيلا للفرقة الرابعة قرب بلدة يعفور في ريف دمشق، ويترأس الفرقة الرابعة اللواء ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، أحد أهم شخصيات الجناح الإيراني في سوريا والمقرب من حزب الله اللبناني. وكشف المرصد السوري أن رسائل تحذيرية وصلت إلى ماهر الأسد بأنه سيكون هدفا لإسرائيل في حال نقل السلاح إلى لبنان. ونفت مصادر صحة الأنباء عن إصابة ماهر الأسد في يعفور لأنه لم يتواجد في الفيلا لحظة الاستهداف وكان خارج دمشق. ووفقا لمصادر المرصد السوري فإن الفيلا كان يتردد إليها قيادات في حزب الله والحرس الثوري الإيراني. وشهدت المنطقة في الأيام الأخيرة تصاعدا في التوترات بعدما شن الجيش الإسرائيلي حملة قصف مكثف على معاقل حزب الله في لبنان. واستهدف الجيش الإسرائيلي مرارا طرق إمداد الحزب بالأسلحة على الحدود السورية اللبنانية. وبكده يا جماعة نكون وصلنا معاكم لنهاية الفيديو، شكرا ليكم على حسن المتابعة، استنونا الفيديو الجاي إن شاء الله، والسلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.